سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذا الموجز الإخباري. الخبر الأول بخصوص انتخابات 2021. قرر الشعب المغربي وبشكل مفاجئ خوض هذه الاستحقاقات دون اللجوء إلى أخذ الزرق لاف، وذلك تعبيرا منهم عن عدم رضاهم على مسألة بيع الأصوات بهذا الثمن، بل اشترطوا على الأقل زرقلاف ورجوية لأن كان كورونا. في سياق مختلف، تمكن مجلس الأمن الدولي من فك لغز الصحراء المغربية والمتنازع عليها بين المغرب والجارة اللدود، وقالت في هذا الصدد أن الصحراء كانت وستبقى أبدا مغربية. والعزيز علم ممتو عمرو ميت خاص. رياضيا، تمكن فريق اتحاد السيدي قاسم من التعاقد مع اللاعب الشاب هذا الذي هنا الذي يشغل مركز جناح طائر والذي يبلغ من العمر 42 ومع موفز بشيكاس. آخر كأس حصل عليه هذا اللاعب الشاب هو كأستي قدمه له الفريق القاسمي فور التعاقد معه. في نفس السياق، تمكن المنتخب الوطني المغربي من هز الشباك أكثر من 5 مرات وذلك في التدريب. عزز الفريق الكتالوني FC برشلونة صفوفه بهذا النجم المغربي قهور، وذلك هو آخر انتداب في تاريخ النادي. اجتماعيا، والخبر الذي يهم الشعب المغربي والشباب قاطبة، تعتزم الحكومة المغربية تخصيص أجرة شهرية لكل المغاربة وخصوصا الشباب منهم العاطل عن العمل، وذلك لتشجيعهم على الزواج. والله اسمح لي، هذه عكربة أجرة شهرية. دوليا، نايضة بين المغرب وإسبانيا والسبب أش سبب أش ويمارن السبب. إلى هنا تنتهي أخبارنا لهذا اليوم، ولم يبقى حتى خبر. تهلاو ويتوب عليكم، ما خبرتكم حتى حاجة. إلى اللقاء، لا تنسوا دعم هذا المقطع بلايك سبسكرايب والمشاركة مع الخوت، باش كل شيء يجيب الأخبار. السلام عليكم.